أنا أخذت رقمك دكتورة من صديق مشترك بيناتنا، يعني قال لي إنه أنت أهم بسيكياتر بالبلد. تسلم تسلم عادل، مش هيك؟ عادل اسمي. أهلا وسهلا فيك عادل. واضح أنك متوتر شوي، أنا بدي تحس حالك ريلاكس هون، تروق وكل شي بمر ببالك بدي تخبرني إياه. أنا ماني متوتر، أنا مش، أنا كتير منيح، أنا منيح. أنا بس أقولك لازم فوت على التواليت. إذا أفضل بيكون هيك بترتاح، إذا بتحب أول باب على اليمين. ما بعرف أنت شو رأيك، أنا حاسس ولا لا؟ هي أنا ما فيني، يعني أنت بدك تعرف إنه بليها. أكيد؟ إيه بليها، خلص بليها. هلا بشوف شو بعمل، هلا بشوف شو بعمل. عادي شو اللي زعجك يعني؟ أنا كنت إنسان طبيعي، ما بني شيء. كنت نعم. إنسان طبيعي، أنا نقلت على بيت جديد، قاعد ببيت جديد، وفجأة صرت إنسان تاني. صرت إنسان تاني، بطلت هو ذاته اللي أنا كنت. ليه شو اللي صار؟ في اثنين إجوا سكنوا عندي. ما سألوك؟ ما استأذنوك؟ إجوا هوب قعدوا عندي أنا بالبيت، صرت أنا إنسان تاني، صرت أنا ما عم بحكي مع حالي. مين هن هالأشخاص؟ هن بنت اسمها أدال وشاب اسمه عباس. ما يهمك عادي. كل ما جيت سيرتهم لك بصير رجوف. لا بدنا نروق. وشو علاقتك فيهم؟ بتجمعك صداقة يعني؟ لا تكرههم؟ بتضايق منهم؟ لا ما بكرههم، بحبهم كثير. ما انا مم. انا لانه انا 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 بحبهم كثير، بس ما بتحملهم. يعني بحبهم كثير ما بتحملهم. بايبولر يعني ديسوردر. اوكي. طيب واضح انه اعصابك تعبانه، بس انا بعتقد عادل انه المشكله مش بس هون، يعني دائما احنا بنبحث بالماضي. اذا بنرجع هيك لطفولتك، مرق عليك تروما بحياتك؟ كيف يعني؟ يعني صاير شي حادث او شخص سببوا لك بخوف، حدا اذاك جسديا، تعدى عليك جسديا؟ تعدى علي جسديا؟ انت هون فيك تحكي كل شيء بدك تعرف. يضل الحديث هون يعني في سر؟ لا لا ما في. لا لا في ظروف ما لا. عم تتذكر شيء معين؟ لا مرقت بخوف بوضع؟ تعرفي دكتور، هو اثنين انا خلقان بالحرب. نعم. يعني هوت اثنين يا محلى ايام الحرب. ليه شو المشترك بينهم وبين الحرب بالنسبه لإلك؟ أدال بس تحكي معي كانه في ازيف 155 فقعت بمخي. يعني كل ما تقول لي مرحبا او بس تقول لي يا عادل، ازيف الجراد فقعت بدينتي. عباس مثل الهاوي بيسقط لي اياهم كل وقت هيك. يعني انت عم بت يعني حاسسهم هن مثل الازايف؟ يا محلى الازايف، يعني لانهم انتروزيف عم بيفوتوا بحياتك، عم بيدخلوا بدون استئذان. فاتوا. واضح انك عم تسترجع. فاتوا. عادل بدي اكون معك صريح، انا لحديت هلا يعني من حديثي معك متاكده انه في باي بولر ديس اوردر. أكيد أنك عم تسترجع تروما، عم تعمل لها إسقاط على أشخاص اليوم موجودين بحياتك. عندي شك يكون عندك بوردرلاين بيرسوناليتي، وهالشي بخاف يؤدي لأنكزايتي، لديبريشن قوية، لمود سوينجز خطيرين، معقول يؤدوا لسكيزوفرينيا أو لا سمح الله تأذي حالك. يعني نحن ما بدنا نروح لشي أصعب، فخلينا هلأ نشتغل على الموجود. أنا ما بدي شي، انا كل هول عم بتقولين هول انا ما بين شيء هول. انا هول كلهم، انا حبي الدواء، انا بس هني هول أدال. أدال وعباس. أدال اللي بتحبهم بس مثل الازايف، اللي هني ازايف. انا هول بس انا بنشوف كيف انا بدي ارتاح منهم. هني انا ما بين شيء، طلعي ما بين شيء. المشكل فيهم هني لا أدال وعباس. اذا طلعتي في انا شفتيني بين شيء؟ لا انت كثير واضح بين شيء. طلعي في انا بين شيء؟ لا ابدا، انه واضح انه منك. هن المشكل. هن المشكل. هن بقدر اعمل اتصال؟
لمين بدك تلفني؟ لا الاسيستنتس تبعولي هون. مين هو؟ مين اسيستنت؟ هن بدهم يساعدوك يعني بيجوا بيساعدونا بالتشخيص. ليش ما انت بتساعديني؟ بنساعد بعض هيك بنقول انه كلنا مع بعض. شو رايك؟ دقينه دقينه رح تحبهم رح تحبهم. ايه دقينه دقينه. الو بتجوا لعندي شوي بليز. بدي ترتاح ريلاكس. تفضل قومي حبيبي. دكتور. يا ولدي عطفال يا ولدي عطفال. هيدي أدل هيدي أدل عم تحكي قراني. نجوى نجوى الأسيستانت تبعي. هيدي عباس. أنت عباس أنت عباس. نجوى وأشرف مختصين مختصين. لا هو مش نجوى هيدي عباس وأدل هيدي أدل هيدي عباس. مين 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 عباس؟ أنا أشرف يا حبيبي أشرف. أنت أشرف؟ بحبوه. انا بحبه انا بحبه بس انا لا بياخذوني كيف هلا بدنا محل حاله لهم ليش خايفين راح تروق وترتاح وتكون كثير. انا ما بدي شيء. لا انا ما بدي شيء ما بدك شيء ما بدك شيء. هيدي عم بياخذ لوين اخذين خلينا نبلش جلسات كهرباء 10 جلسات ابتداء من اليوم جلسه كل يومين نسحب له 5 امبير فرد مره 10 هلا اذا دوله 15 عم تجي اخاف نشربوا معهم ماي نشربوا معهم ماي ماي وكهرباء لا حتنبسط حتنبسط كثير رح ترتاح بس انا ما بدي شيء. لا انت ما بدك شيء ما رح كثير كثير نحن رح نرتاح ومنحبك وهلا نجوى واشرف رح يهتموا فيك. هون مش نجوى واشرف هون عباس وهدى نجوى واشرف انا ما بدي شيء.